مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. النهاردة عندنا أخبار كثيرة من داخل النادي الأهلي، وكمان معانا في الفقرة الحوارية معانا نجم كبير لمصر، وأكيد نجم كبير في النادي الأهلي، وهو كابتن إيهاب عبد الرحمن ورئيس جهاز ألعاب القوى الدكتور ياسر داوود. أكيد هنفتح معاهم ملف كبير ألعاب القوى في النادي الأهلي، وأكيد هنتكلم مع كابتن إيهاب عبد الرحمن أكيد عن بطولة الأولمبيات والتأهل الأولمبيات وفك الإيقاف وحاجات كثيرة جدا مع كابتننا الكبير. هنبدأ بأخبارنا، بأول خبر معانا، ومجلس إدارة النادي الأهلي بيعزي في أخو الكابتن حمدي الصافي، شقيق كابتن حمدي الصافي توفى. كل مجلس إدارة عمل بيان ونزل بيه بأن هو يعني بينعي بالغ الحزن والأسى شقيق الكابتن حمدي الصافي مدير الفني للكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي، وربنا يلهم أهله الصبر والسلوان كابتن حمدي الصافي. هنروح لأخبارنا، وأول خبر معانا كرة السلة. يعني ما شاء الله الأوقات اللي فاتت أو آخر ماتشات كرة السلة لعبتها ما شاء الله عليهم ماشيين فايزين، ما شاء الله الفارق بيوسع مع كل الأندية، وهو بيتصدر الترتيب في الدوري السوبر رقم 1. نادي الأهلي لعب آخر مباراة معاه على في أرض نادي سبورتنج وكسب نادي سبورتنج 81-67. دي الجولة 11، نادي الأهلي بيتبقى ليه 3 مباريات مع نادي سموحة ويوم 11 فبراير، ونادي الاتحاد السكندري يوم 15، وكمان آخر مباراة بس الاتحاد السكندري هنا في اسكندرية، وآخر مباراة قدام مصر للتأمين. مباريات مهمة جدا. الأهلي دلوقتي هو المتصدر الدوري بترتيب برصيد 20 نقطة. الدوري هيقف اليومين الجايين علشان سافر نادي الاتحاد السكندري الى بطولة دبي الدولية. زي ما احنا شايفين قدامنا ترتيب الجدول بعد الجولة 11، النادي الاهلي بيتصدر المجموعة او يتصدر دوري السوبر. عدد مباريات النادي الاهلي 11 مباراة، فاز في 2 خسر مباراتين، نقاط 882 وعليه 788، فارق النقاط 94 ونقاط 20 نقطة. نادي الجزيرة المركز الثاني، الاتحاد السكندري المركز الثالث، الرابع نادي الزمالك، والخامس نادي سبورتنج، السادس سموحة، والسابع طلايع الجيش، والثامن مصر التأمين. نادي الأهلي فاز في 9 مباريات وخسر مباراتين، لكن لسه دوري السوبر طويل، لأن بعد الدوري ما يخلص ده مرحلة ترتيبية بيرتبوا الفرق، لكن اللي احنا نكسب في المرحلة دي حاجة مهمة جدا، في انسجام واضح جدا من اللاعبين بيزيد مباراة عن مباراة، ودي حاجة مهمة جدا، إصرار اللاعبين على الفوز والمكسب دي حاجة كويسة. بنقول لهم روحكم هايلة في الماتشات، وإن شاء الله دايما بندعمهم وبإذن الله يوصلوا إلى التارجت المطلوب منهم هو الفوز بدوري السوبر بإذن الله. هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة الطايرة، ومجموعات الكرة الطايرة نزلت في البطولة العربية. البطولة العربية هتقام في مصر بإذن الله من 16 ل 28 فبراير اللي جاي بإذن الله. النادي الأهلي بيستعد بالسفر إلى معسكر إلى السعودية قبليها بدعوة عفوا من نادي الوحدة، وكمان النادي الأهلي أكيد لعبته اكتملت بعد رجوعهم من المنتخب. الأهلي بيلعب في المجموعة الأولى مع نادي أساريا الليبي والهلال السعودي وسيب العماني خبيل اليمني. 4 مجموعات 16 فريق، يعني عفوا 4 مجموعات في خمس فرق. ادي المجموعه الاولى زي ما احنا شايفين قدامنا، الاهلي المصري، الهلال السعودي، واساريا الليبي، وسايب العماني، وخبيل السيب العماني، وخبيل اليمني. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه، الاهلي البحريني، الهلال الليبي، العرب القطري، خدمات جباليا الفلسطيني، وشباب الاهلي الاماراتي. المجموعه الثالثه، بنياس الاماراتي، نادي الزمالك المصري، ووادي موسى الأردني، السلام العماني، وغاز الجنوب العراقي. المجموعة الرابعة، الأهلي السعودي، كازبا الكويتي، الشعلة اليمني، البشمركة العراقي، وسنجل الفلسطيني. زي ما احنا شايفين 20 فريق في البطولة العربية لكرة الطائرة، بطولة قوية جدا، بطولة مهمة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وزي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات، وكان كابتن ميدو مصلحي قال ان البطوله دي بطوله مهمه للعوده مره اخرى لاعتلاء المنصه في البطولات العربيه. هنروح لكره الطايره سيدات، وكره الطايره سيدات ونجمات الذهب، والمباراه المهمه والمرتقبه بين الاهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي باذن الله في نهايه الدور التمهيدي. الاهلي
بيحتل برضو الترتيب، قمة الترتيب بالمركز الأول برصيد 30 نقطة. نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 22 نقطة. النادي الأهلي كسب كل مبارياته ما شاء الله 10 مباريات، ونادي الزمالك كسب 7 خسر 2 وعنده لسه ماتش مؤجل مع نادي سبورتنج. ربنا يوفق باذن الله النجمات الذهب، لان فعلا يكونوا عند حسن ظن الجميع، ودائما وابدا تدعيم كامل لفريق الكره الطايره سيدات ونجمات الذهب. هنسيب كره الطايره في النادي الاهلي وهنروح سريعا لتونس ومنتخب مصر لكره اليد. حالا لسه مخلص مباراه مع انجولا بيفوز عليه بنتيجه 33-26. بكده مصر في نصف النهائي. منتظره مباراه مصر وتونس اللي هتلعب دلوقتي حالا عشان تشوف مين الفرقه اللي هتلعبها او مين المنتخب اللي هنلعبه. المنتخب فاز امبارح على الجابون 36-17، وكمان النهارده كانت مباراه انجولا مباراه قويه وماتش صعب لان الفريق الانجولي محترف، اغلبه محترف في الخارج. في الشوط الاولاني خلص 15-12، لكن قدر رجالتنا يخلصوا المباراه بنتيجه 33-26. نتمنى لهم التوفيق باذن الله، لان المقابلات اللي جايه هي الاصعب في البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو. هنسيب كره اليد وهنروح لكريم عبد الجواد واحتلاله المركز الثالث في بطوله جي بي مورجان الدوليه. بطوله اتعملت في امريكا، اتلعبت في امريكا، وكريم عبد الجواد خسر في السيمي فاينل من المصنف الاول عالميا كابتن محمد اشرباجي. كريم نجم النادي الاهلي احتلاله المركز الثالث، لكن محمد اشرباجي بطل العالم والمصنف الاول عالميا كسب طارق مؤمن في الفاينل واحتل الثلاثة الأوائل من مصر، محمد الشرباجي، طارق مؤمن، وكريم عبد الجواد. البطولة الأهم عندنا إن كابتن مصطفى عسل نجمنا الكبير وبطل العالم الناشئين والشباب فاز على الفرنسي جريجوري جيتييه بطل العالم السابق في دور الـ16، وهي دي المفاجأة بتاعتنا إن مصطفى عسل قدر يفوز على بطل من أبطال العالم. أكيد مصطفى عسل بيأهل نفسه للمرحلة اللي جاية بإذن الله إن يخش مع الكبار ويخش فيه للمربع الذهبي. كده الرجال، السيدات كانت في شيء حاجه مختلفه تماما. الفرنسيه كابيل السيرم فازت بالبطوله، بس فازت بالبطوله على طريق حساب المصريات. نجمات مصر الثلاثه دور الثمانيه كسبت نورهان جوهر، ودور عفوا دور دور ال 16 كسبت رنيم الوليلي. السيمي فاينل كسبت نورهان جوهر، وكسبت نور الشربيني في اخر في المباراه النهائيه. ثلاث مصريات يخسروا من رنيم من كميل سيرم، اكيد اكيد حقها، لان دول ابطال العالم ونجمتنا. هنسيب نجمات الاسكواش وهنروح للدكتوره جيانا فاروق والاستعداد والمشاركه في البريمير ليج في فرنسا. بطوله في هذا الشهر 24-26 يناير البطوله، بطوله مهمه للدكتوره جيانا فاروق. اكيد نجمتنا الكبيره في الكاراتيه جيانا فاروق بتستعد عشان تتاهل ان شاء الله للاولمبياد قريبا، ونبارك لها ونحلم معاها حلم جديد بميداليه اولمبيه، لان كل مصر تقريبا دلوقتي عارفه مين دكتوره جيانا فاروق، لانها فعلا عندنا امل كبير ان هي ان شاء الله تتاهل وكمان تحرز ميداليه باذن الله. البطوله دي من البطولات المهمه جدا في اجنده الاتحاد الدولي، اللي هيفوز بيها هيقدر يكسب نقاط كثيره هتساعد على التصنيف. جيانا فاروق زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتسلم عليه، واكيد كان شعور كويس جدا عندها وقالت الكلام ده كويس، ان هي شعرت بالفخر وهي بتسلم على سياده رئيس الجمهوريه. جيانا بتحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، ده التصنيف من الاتحاد الدولي للكاراتيه. رقم واحد لعيبه الصين، رقم اثنين جيانا لطفي، رقم اثنين مصر، اسمها بين كل الخمسه الاوائل هي رقم اثنين ما شاء الله عليها، زي ما احنا نتمنى لها التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه، لان فعلا دكتوره جيانا فاروق عندنا امل كبير جدا ان شاء الله تتاهل وكمان باذن الله تحرز ميداليه. خلينا نخرج نروح لفاصل ونستقبل نجمنا الكبير كابتن ايهاب عبد الرحمن والحلم برضه معاه بميداليه اولمبيه، وكمان دكتور ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى.
اهلا بكل مشاهدين قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم الكبير اللي دائما بيدعم كل نجومنا وابطالنا. النهارده معانا نجم كبير، بس خلينا نرحب برئيس جهاز العاب القوى عشان نتكلم معاه عن العاب القوى في النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي على المستوى الافريقي والعربي والمحلي والدولي. كمان معانا دكتور او كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز العاب القوى. بنرحب بيك. اهلا كابتن ياسر، منورنا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. ومعانا نجم كبير في النادي الاهلي ونجم كبير لمصر، وكلنا امل وطموح واحلام هنعيشها معاه لاننا كلنا واثقين فيه ومدعمينه، لان نجمنا ده ان شاء الله باذن الله هيتوج باذن الله ان شاء الله، ثاني مره بقولها، باذن الله يكون متوج في طوكيو 2020، لان ده امل من امال مصر في الاولمبياد اللي جايه. كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير. كابتن ايهاب منورنا ومشرفنا. ربنا يخلي حياتك يا كابتن، والله ده الشرف ليا والله بجد، سعداء بيك. ربنا يخلي حياتك يا رب. ودايما لما بتيجي سيره كابتن ايهاب عبد الرحمن بتيجي سيره الاولمبياد، حلم طوكيو ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا متفائل خير ان شاء الله، وانا بستعد كويس جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يقدرني واجيب الميداليه باذن الله ان شاء الله. باذن الله هنعيش مع كابتن ايهاب عبد الرحمن دلوقتي وهنتكلم وهنفتح احاديث كثيره، بس خلينا نروح لتقرير عن كابتن ايهاب عبد الرحمن وترجعوا لنا مره ثانيه. سطر إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى ونجم النادي الأهلي اسمه بأحرف من نور، بعدما نجح أن يكون أول مصري يتوج بميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى التي حصدها في نسخة 2015 التي أقيمت بالصين، بعدما حقق رقما يقدر ب 88.99 متر. ابن الشرقية من مواليد الأول من مايو عام 89، يبلغ من العمر 30 عاما، لديه الكثير ليقدمه لمصر ولناديه الحبيب، لا سيما أنه يمتلك مؤهلات جسدية وذهنية تؤهله للوقوف على منصات التتويج بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف العام الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو. البوب كما يحلو لأصدقائه أن يلقبوه، قدم الكثير لألعاب القوى المصرية، توج بالعديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء بطولات إفريقية أو عربية أو فرانكوفونية أو بطولات البحر المتوسط أو حتى بطولات عالم. إيهاب عبد الرحمن لديه شغف كبير لدخول المجد من أوسع أبوابه، فحرصه على التدريب بشكل منفرد برغم إيقافه حافظ له على لياقته البدنية والذهنية قبل أن تنتهي مدة إيقافه منذ يومين بالتحديد. وبالحديث عن ألعاب القوى الأهلوية بشكل عام، سنجد أن المارد الأحمر سيطر خلال الفترة الماضية على جميع البطولات المحلية بالفوز بكل البطولات، بداية من بطولة منطقة القاهرة ثم كأس مصر ثم بطولة الجمهورية في جميع المراحل العمرية من 12 و 14 و 16 و 18 و 20 و 23 سنة عمومي رجال ونسات. ننتظر من لاعبين في ألعاب القوى المزيد من البطولات في الفترة المقبلة. زي ما شفنا قدامنا تقرير عن نجمنا عن نجم الكبير معانا كابتن إيهاب عبد الرحمن، فعلا كلنا طموح معاه وأمل في اللي جاي، لكن عايزين نسترجع معاه شوية حاجات سريعة عشان نخش على الأهم. كابتن إيهاب، أكيد لازم نرجع لنقطة الإيقاف، مش هنتكلم عليها، لكن نقطة الإيقاف حسيت بإيه ساعتها بالظبط، ساعة ما توقفت؟ والله طبعا حسيت الدنيا سودت قصادي وكل حاجة وقف قصادي، بس ما أعرفش، أنا حاجة جت على بالي إن هو لا، الحمد لله أكيد في حاجة هتحصل، وأنا مشيت ورا كل حاجة عشان أثبت إن أنا ما أخدتش حاجة، ورحت وجيت وحاولت إن أنا أقول أنا فعلا ما أخدتش حاجة، عشان أنا فعلا ما أخدتش حاجة، هي غلطة، اتضح إنها غلطة، عرفت إن السبب غلطة في حاجة معينة. أنا غلطت إن أنا ما كنتش بتابع أو ما كنتش برجع للنادي المصري فيها، والحمد لله خلاص أنا اتعلمت من حاجة دي، بس بعد كده بقى بدأت اللي هو خلاص بقى الحمد لله، بس مش هقف حياتي عند الحتة دي بالذات، لا أنا هكمل وهتمرن وأكيد هرجع، ولازم لما أرجع لازم أرجع أبقى أحسن من الأول إن شاء الله، ما ينفعش إن أنا أرجع لسه أبدأ
عاملين صفر تاني. فكملت واتمرنت والحمد لله ربنا كرمني وادينا ورجعت. عندك نقطتين، نقطه الحزن دي كانت نقطه، لكن نقطه الفرحه الكبيره برجوعك طبعا مره تانية. احكي لي تلقيت الخبر ازاي؟ والله حقيقة وانا كنت قاعد دكتور اسامه كلمني قال لي ان انا اكلم دكتور هناء، فكلمت دكتور هناء، فدكتور هناء قالت لي مبروك الايقاف اتشال وانت دلوقتي تقدر تلعب من يوم 20/1. الله. انا طبعا في الاول ما كنتش مصدق بصراحه، بس انت اخر مره قلت لي احنا لسه بنتكلم في شهر 4 بالظبط بنحاول. ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا كنت يعني انا كان كل طموحي واملي ان انا ارجع في شهر 4 بالظبط، انما انا دلوقتي فجاه لا الوقف اتشال خلاص، المده اتشالت، انت دلوقتي تقدر تلعب من اول شهر، من اول 20/1 او 21/1 انت خلاص دلوقتي حر تقدر تلعب. فبصراحه انا بشكرهم على الهواء دكتور اسامه ودكتور هناء، بصراحه بذلوا مجهود خرافي خرافي، وطبعا باشمهندس هشام ومع الوزير والنادي الاهلي طبعا اللي دايما يعني واقف جنب اللعيبه، لعيبته واولاده، ومن غير تفاصيل يعني من غير ما بيقول يعني دايما، وده دعت النادي الاهلي هو بيشتغل في صمت، هو دايما دوره كبير ودايما شغال ودايما ما بيسيبش لعيب من لعيبته او ابن من ابنه ولا اي حد عرق للنادي يعني. حسيت في الازمه دي ان النادي الاهلي جوه بيتك طبعًا. انت يعني جوه البيت طبعًا. الكبير النادي الاهلي طبعا طبعا. بص والله حقيقة على حاجه، انا النادي الاهلي من يوم ما توقفت لعندي النهارده وانا مش حاسس ان انا يعني بعت يعني، هم على طول موجودين معايا، هم على طول دايما متابعه في التمرين، متابعه في كل حاجه، دايما في ظهرك، دايما بيساعدك، مجهود جبار، الناس كلها هنا، ما فيش حد بيسيب لاعب زي ما قلت حضرتك عرق للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما واقف جنب اولاده، النادي الاهلي دايما بيساعد، بس مش لازم يقول، النادي الاهلي عمره ما قال انا بعمل، النادي الاهلي على طول بيعمل من غير ما يقول. فدي يعني انا بشكر النادي الاهلي، بشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم، بشكر العميد مرجان اللي بصراحه زي ما قلت وهقول زي ما قلت قبل كده وارجع اقول بصراحه اخ كبير لينا كلنا من اول يوم لعند اخر يوم، متواجد معانا، اتصال، مساعده، اي حاجه ما بيبخلش علينا باي مساعده خالص. انا بشكرهم كلهم طبعا، كابتن ياسر داوود طبعا يعني اكيد الجهاز اللي تعبان معانا على طول يعني، فاحب اشكره طبعا على الفتره اللي فاتت دي كلها. يا رب باذن الله. خبر رفع الايقاف عن ايهاب عبد الرحمن ادانا حلم تاني. أكيد. حلم مختلف طبعا. شفته ازاي يا كابتن ياسر؟ والله شفته فتحة خير، بالذات في 2020 اول السنه بالظبط. طبعا حاجه جميله يعني، بشرة خير زي ما الاغنيه الشهيره يعني، مش خير. طبعا كلنا كنا، هو كان حلم الايهاب ولينا ان وكمان ان الايقاف يجي بدري رفعه، الحمد لله ده ادانا شحنه معنويه كبيره حتى ان احنا نشوف ايه اللي نقدر نساعده بيه يعني. لو كان الموضوع مؤجل لغايه شهر 4 لا، ده احنا بقينا دلوقتي في يناير وكل الناس زي ما هو قال من اول كابتن محمود الخطيب لاعضاء مجلس الاداره لجهاز العاب القوى للاتحاد للدكتور اسامه، كل الناس بنرجع تاني نقول الامل بقى عند المصريين وجماهير واقول محبين النادي الاهلي تحديدا يعني وخصوصا بالذكر. كان عنده دعم جماهيري كبير بصراحه. انا آه. بصراحه سعيد شفت دعم جماهيري بجد يا جماعه، شفت دعم جماهيري للعيب العاب القوى لان انا العاب الاخرى، فاكيد كابتن ايهاب زيي، فشفت دعم جماهيري كبير جدا لايهاب عبد الرحمن، فعلا كانت حاجه جميله جدا من ساعه ما توقف لغايه وقتنا هذا، دعم دعم دعم، ودي شيء مهم جدا في الرياضه لاي واحد بيلعب رياضه بره كره القدم. اتفضل يا كابتن. دي حقيقه، لان في ناس بيسالونا تحديدا، بيسالوني ايهاب عامل ايه، ناس احيانا ما لهاش علاقه بالرياضه يعني، مثلا موظفي وعميل الامن، ناس بتوع نشاط رياضي، ناس بره النادي الاهلي في موقف ميكروباص في اخبار ايهاب ايه، يعرفوا بس يشوفوا تيشيرت النادي الاهلي، اخبار الكابتن بتاع الرمحي ايه. صح. ففي متابعه حقيقيه يمكن هو ده ما يعرفوش شويه، انما في متابعه كبيره ليه وكلنا امل والناس ليها حق يعني. اكيد. واحنا ان شاء الله طمعانين في الامل ده وباذن الله خير ان شاء الله. هنتكلم على الامل ده مع كابتن ايهاب، بس خلينا طبعا في العاب القوى وهيمنه، ما شاء الله ما شاء الله، عشان انا عارفه تقول لي كتير عليا. كل حاجه، رجال سيدات شباب ناشئين ناشئات، كل حاجه في هيمنه من قطاع العاب القوى في النادي الاهلي على بطولات العاب القوى. جه ازاي يا كابتن ياسر؟ والله يا كابتن خالد احنا يعني في كل ما بنقعد اجتماع حتى على مستوى النشاط الرياضي بنقول ان احنا الحمد لله بنخلص من بطوله بنكون عندنا الخطه بتاعت البطوله اللي بعدها يعني. معرفش ليه اتعودنا على كده من ساعه ما دخلنا النادي الاهلي، هو النادي الاهلي كده دي حقيقه. بطوله تخلص
في الدولاب. دي حقيقة. تخش على اللي بعديه. دي حقيقة. يعني احنا اول موسم بتاعنا بنخش بنخبط في الكاس، نطلع من الكاس بنبتدي نجهز للي بعده. يعني احنا في نهاية الموسم، الموسم الجديد الدنيا شغالة كده. فاحنا الحمد لله الهيمنة ما جاتش من فراغ، جت من تعب جهاز فني، نشاط رياضي، لعيبة، أولياء أمور، من أول 12 14 بنين وبنات وصولا للرجال والسيدات. وتحديدا كمان في مرحلة سنية تم إضافتها السنة، والحمد لله برضو الحمد لله دخلت الدولاب المرحلة 23 سنة ما شاء الله. فالحمد لله أول في فول مارك، يعني ما فيش فول مارك. الحمد لله بعيد عن الحاقدين ده الحمد. مش عايز اقول كده صح كده، ايه رايك؟ حلو. انا قلت لك في الجول كابتن ايهاب، اكيد البطل عشان يبقى بطل اولمبي عنده ترتيبه تدريبات. تمام. عايز اخد يوم من يومك. كابتن ايهاب عبد الرحمن لما يصحى الصبح يشتغل على نفسه 24 ساعة بتعمل ايه؟ هو انا مبدئيا ببدا اول حاجه تمرينه الصبح من الساعه 10 بتنتهي الساعه 12. بعد كده مش عايزك تاخدني سريع. تمام. اصحى من النوم. اصحى من النوم. ايوه. عادي زي حد عادي، يصحى يفطر يصلي يتحرك. فول وطعميه وكده ولا ايه؟ لا لا للاسف ماليش انا في الفول خالص. مش من محب انا الفول خالص. مش بحب الفول. تمام. انا عندي مشكله في الاكل بالذات، ان انا حاجات كتير ما بحبهاش في الاكل يعني. تمام. اللي هو العادي، الفطار العادي، جبن بيض وبين حاجات زي كده. مالكش اكل معين؟ لا لا لا. كويس. بعد كده القهوه، بعد كده ننزل على التمرين على طول. كويس. ناخد الفتره الصباحيه حسب البرنامج لما متقسم. اوقات بتبقى يا رمي يا كور طبيه يا سبيشالات حديد حسب الفترات. في الشتاء بيبقى الرمي لما بكون في مصر هنا بيبقى الصبح بدري عشان الجو. والحديد بيبقى اخر النهار، والسبيشالات اللي هي التمرينات الثقيله. بنزل بعد كده برجع اريح شويه، بعد كده بنزل تاني الساعه 4 اتغدى، اكل اي حاجه خفيفه، وبعد كده انزل الساعه 4 انزل اكمل التمرين الى الفتره الثانيه. لو انا عندي فتره الثالثه اللي هي الجمباز برحل الساعه 4 دي تبقى الساعه 3 عشان خاطر بيبقى في فتره ساعتين من الساعه 7. يعني ايه فتره الجمباز؟ انا اول مره اعرف في حياتي ان اللي بيلعب القوى رمح بيلعب جمباز. لا للاسف. انا بعمل، انا التمرين عندي بيبقى متقسم لكذا حاجه. رامي رمح، كور طبيه باوزان مختلفه، جري مسافات طويلة، جري مسافات قصيرة، حواجز، جمباز، حديد. لا خلينا في فترة في حتة الجمباز. احنا ليه اشمعنى؟ عشان حتة دي انت وانت بترمي على الخط ما لا لا، هو عشان الكتف، بنقوي الكتف ومرونات الكتف والكوع والظهر البطن، الحاجات دي كلها، المرونات كلها. ليك مدرب مخصوص في الجمباز ولا انت بتمرن نفسك؟ في بره مصر كان في مدرب كان هو اللي بدأ يتعلم. للأسف أنا تعلمت الجمباز متأخر خالص، بدأت أتعلمه على 2014. نصيحة من كابتن إيهاب عبد الرحمن، تعلموا الجمباز بدري. بالظبط. أي تمام. حد ولاده لسه صغيرين خالص، يعني حتى لو هو مش هيلعبهم جمباز بس يحاول على الأقل عشان المرونات. تمام. عشان المرونات، عشان يستفيدوا أكتر. أنا ممكن دلوقتي شوية بعرف، بس برضو مش زي لو أنا بدأت زمان. لو أنا لازم طبعا العلم تتطور برضو يا كابتن. طبعا. احنا هنا في مصر أنا عمر في حياتي ما كنت أعرف حوار الجمباز ده يعني خالص خالص. ما كانش يجي في بالي اللي هو أنا هطلع فين، ده أنا لو طلعت هقع. مش محتاج أفكر يعني. تمام. وحتى أول مرة بدأت كنت اللي هو مقلق، اللي هو أنا لو وقعت هيحصل لي حاجة يا جماعة، أنا وبعدين الحجم والوزن وبتاع. بس هم هناك نفس الوزن نفس الحاجه بيشتغلوا عادي، ما فيش اي مشكله. فده ادى راحت ثقه واحده بواحده يعني. هنا ما فيش مدرب جمباز، هنا في بنحاول مع لعيبه مثلا موجوده بنقول لهم والله انا عندي واحد واثنين وثلاثه ممكن تساعدوني، المدرب الموجود بيقف ويساعد يعني. ما في يعني بصراحه يعني دي حاجه انا اقدر اقولها، الناس كلها بتساعد، الناس كلها ما فيش حد بيقول لا يعني. ودي طبعا ده ميزه الشعب المصري كلهم يعني. كابتن ياسر، كابتن ايهاب بيتكلم في نقطة مهمة قوي وهي التقنيات الجديدة والعلم الحديث والتطور. قول لي لو دخلنا في ألعاب القوة بصفة عامة، إيه التقنيات الحديثة اللي دخلت في ألعاب القوة؟ والله كابتن، هو النقطة دي يعني كويس قوي إن أنت يعني قفشتها يعني فيها. بصراحة لأن هو التدريب النهاردة في 2020 غير 2016 غير في التسعينات غير في الثمانينات. ده احنا وانت كنا بنلعب ما كانش في اي حاجه. لا كان في شد يا وحش. تمام. بصراحه يعني طبعا دلوقتي تحليل حركي وتحليل ديناميكي وبايوميكانيك وقوه انفجاريه وقوه ومرونات وجمباز، فالكلام ده يعني ابديتد
حاليا حتى كل لاعب معاه التاب بتاعه او التليفون المحمول بيخش بيشوف كل جديد النهارده. بطل العالم عمل ايه النهارده مش امبارح. فالتدريب فعلا اختلف وبقى علم، لازم يبقى فيه اطلاع، ولازم ما ينفعش ان انا اطبق التقنيه بتاعت 2001 او 95 او 86 اكيد. فالنهارده المدرب لازم في جيل جديد يعني اللي هو وليهم ابحاث ودراسات وناجحين فيها ومجلات علميه بينشروا فيها. وانا متابع بعض الافراد في الكلام ده، وخاصه في الحاجات اللي هي سبيشالات زي ما ايهاب بيقول اللي هي في الرمي وفي الوزن والحواجز. الحاجات دي فعلا في ناس شباب وجيل طالع من مدربين ما شاء الله يعني سابق، يعني اقول ايه، مش عايز اقول سابق سنه لا، انما عامل شغل كويس لو اتريحت ليه الامكانيات. وتحديدا يعني كمان في النادي الاهلي اللي احنا اكتر نادي مهتم بالالعاب القوى المصريه بصراحه، دي حقيقه طبعا. فهنا بيبتدوا فعلا يوصلوا للهدف اللي عايزينه. ما بقاش مستعجل ان انا عايز النهارده اعمل ارمي 500 متر فاجيب واحد يرميها وخلاص، لا، زي ما ايهاب بيقول انا عندي في مدرب خاص بالجمباز، وفي مدرب بالاحمال، وفي مدرب في التكنيك بس، وفي ناس مطلعه. فدي يعني انا بالذات متمسك بيها، ان مهما كان في ممانعات ومعارضات قبل كده لا، وتجيب ده ليه، لا فعلا ده هيوصلني اللي انا عايزه. واعتقد ان في الالعاب الجماعيه اللي بنشوفه من كره القدم التحاليل كلها بالظبط، والناس بتيجي، الواحد بيجي بيقتنع بفكره وفعلا بيحقق نتائج هايله. هل السنه الجايه في جهاز كابتن ياسر داوود اذا مجلس الاداره قرر انت تكمل هتقدم الكلام ده او هتقدمه حتى في اخر السنه، تطلب ان اللي جاي يكون معاه الحاجات دي كلها، تقنيات الحديثه ومدرب جمباز وكده، هل ممكن نشوف اللي كده؟ ده بنسبه ان شاء الله 200% يدينا العمر والصحه ربنا سبحانه وتعالى. في نهايه هذا الموسم هيتقدم هذا التقرير، نهايه الموسم جوه التقرير والناس دي واللي احنا بنسعى للاطلاع والقعاد معاهم حتى في مناقشتهم بالاسماء موجوده وان شاء الله هتقدم في وقتها. فده في خطتي طبعا في خطتي تمام بنسبه 100%، لان حتى ايهاب النهارده الكلام اللي قاله على الجمباز كل الناس هيروحوا يشاركوا في الجمباز طبعا. فالنهارده احنا بندعم لعبه اخرى، مش بموضوع احنا العاب قوه واقفين، احنا النهارده بنتكلم عن الجمباز كويس. يعني هي بيقول الناس روح، هم لعبتين ماشيين مع بعض، جمباز والعاب القوه بالظبط بالظبط. وده في خطتي سبحان الله، يعني ان شاء الله حتى في بعض المسابقات الاخرى مش هنفسح عنها دلوقتي موجود الجدول ده وهتكلم فيه مع ايهاب لما نخلص. رقم 84 بالنسبه لكابتن ايهاب هو الحلم صح؟ هو مش الحلم قد ما هو يعني هيريحني بدري. 85 متر يريحني بدري، اللي هو اقدر ان انا يعني ايه اقول يا جماعه انا في الاولمبياد. الرقم ده بيتحقق داخل بطوله عالميه ولا داخل بطوله محليه؟ لا عادي، المهم تكون بطوله معتمده من الاتحاد الدولي. ما هي البطولات المعتمده من الاتحاد الدولي داخل مصر؟ بطوله الجمهوريه، بطوله المناطق، بره مصر بقى بطولات عرب، بطولات افريقيا، بطولات عالم، دور ماسي، تحدي عالمي، الحاجات دي كلها، جائزه كبرى، اي كل ده اي رقم فيهم في اي ماتش فيهم. طموح ايهاب عبد الرحمن في الحته دي فين؟ هيتاهل منين؟ امتى؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت قبل كده لو نرجع للماتشات بتاعتي او السي في بتاعنا، كنت دايما قبل كده ببدا اول ماتش ليا، كان اول ماتش ليا ماتش النادي الاهلي. كان اول مره لازم ابدا مثلا، ببدا 80 متر 81 متر عشان اوصل على اخر السنه اعمل رقم جديد 89 88، الارقام دي كلها وابدا بالتدريج واحده بواحده. انا طمعان السنه دي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب ان انا ابدا اول ماتش ليا مع النادي الاهلي، ان انا اتاهل منه ان شاء الله. فكرك بحاجه قلتها لي واحنا قاعدين مع بعض بالظبط، قلت لي انا عايز اتاهل بتيشيرت النادي الاهلي بالظبط. انا يعني ما قلتش حتى هلعب بطوله دوليه. انا كان نفسي ومنى عيني ان انا يعني اول ماتش العبه بتيشيرت النادي الاهلي، وده كان حلمي، اللي هو انا وحشني، كان فعلا حرفيا كان وحشني اللعب بتيشيرت النادي الاهلي. انا دلوقتي فعلا مبسوط جدا ان انا فعلا اول ماتش لي هلعبه فعلا بتيشيرت النادي الاهلي، ودي كانت برضو حاجه مفرحاني جدا. انا كنت الاول هرجع في شهر 4 تمام، بس هلحق الماتش مش هلحق الماتش حضرتك فاهمني، فكانت برضو دي بالنسبه لي شويه كانت مقلقاني. بعد ما الوقف اتشال لا انا كده خلاص الحمد لله رب، هو فعلا اول ماتش في الموسم كله هو الماتش ده ما شاء الله. فيعني الحمد لله بعت لك كاميرا مخصوص عشان لازم نشوف بقى باذن الله معاك كده حلم مختلف معاك. طبعا طبعا ده شرف ليا والله. وبعدين انا يعني انا فرحان ونفسي اتاهل وانا بالتيشيرت ده باذن الله. هتاهل وباذن الله هتكون لابس التيشيرت الاحمر والعلم كبير وتحط كل ان شاء الله تعمل كل احلامك ان شاء الله ان شاء الله. كابتن ياسر اكيد واحنا بنحلم مع كابتن ايهاب اكيد لازم نبص على القاعده الكبيره وقطاع الناشئين، او بالمعنى الاصح كمان الاولاد اللي لسه بيخشوا لالعاب القوى.
عندنا اكيد اسس، لان انت عارف اولياء الامور او الناس بتقول لك اصل هم مختارين، اصل في اسس بنحطها عشان ننتقي منها. تمام. ايه الاسس اللي بنحطها عشان ننتقي لعيب العاب القوه؟ احنا في البدايه خالص بالنسبه للاعمار السنيه واولياء الامور بنرغب الناس في 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 في, في اللعبه في العاب القوه، ما بدخلوش قوي يمكن، يعني دي السياسه اللي احنا نتبعها خاصه مع اعضاء النادي الاهلي، ان احنا الاول بنرغبهم في اللعبه، ما بنعملش اختيار او ان احنا نعمل رولز جامده بحيث ان نستبعد الولاد. احنا الاول بنخليهم يمارسوا في قطاع الممارسه، يمارسوا كل الالعاب. بعد كده بنبتدي في دخول البطولات المناطق اللي هي القاهره، بنبتدي نشوف مين اقرب واحد يمثلنا في المسابقه دي، ونبتدي بعد كده نخصصه. انما في البدايه بنستوعب كل الناس. بعد كده غصب عننا، لان هي لعبه فرديه ما بيبقاش فيها مجامله، اصل هم اختاروا، لا احنا بنختار مثلا سي مثلا وزن اللي فوق ال 90 كيلو، فاذا هنختار مثلا مثلا كابتن ايهاب، مش هقدر انا مثلا 85، ما اقدرش اقول دخلوني معاه. دي لعبه رقميه وواضحه قدام الناس كلها، ما ينفعش تفتحها. انا بطلب منه ان هي مثلا سي هيرمي الاداء مثلا 5 متر، لو رماها 4 متر خلاص انا اعمل اخليه، مش هو بيمارس وما قاعد معايا بيتمرن. لما يوصل للخمسه يقدر يلبس تيشيرت النادي ويمثل. ما وصلش للخمسه خلاص هو بيتمرن معايا ومستمر لغايه لما يبقى عنده طموح. بصراحه شديده، قاعده العاب القوه شايفها قاعده مناسبه ولا عايز توسع شويه؟ لا بصراحه عايز توسع كتير. توسع كتير. واحنا منتظر ان شاء الله 2020 يبقى لينا مكان اكبر نقدر نوسع فيه قاعده، نقدر نمارس فيه، نقدر نستوعب الاعداد الكبيره اللي عندنا الـ الـ الشباب والولاد والبنات. محتاجين مكان نستوعب فيه هذا العدد، وان شاء الله بنادي ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يوفقنا ووفق كابتن محمود وعلى مكس دار، يبقى عندنا مكان نستوى فيه العدد ده باذن الله. لان احنا ممكن كمان ناخد الـ 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 الفرز الثاني بتاع الالعاب الاخرى. يعني النهارده مثلا في 40 واحد في مدرسه لعبه جماعيه، خلاص اوريدي النادي خد 20، ال 20 باقيين هيروحوا فين؟ انا اقدر استوعبهم استخدمهم في بس انا هعمل لك تسويق على الهواء. انا هقول للناس حاجه مهمه، هقول لكم حاجه مهمه جدا جدا. لازم اللعيب عشان يروح لاي لعبه لازم يروح العاب القوه. ليه؟ يتعلم جري، يتعلم وزن، يتعلم. لو اتعلم دول اعتقد حاجه مهمه جدا للعيب الالعاب الجماعيه والفرديه كل الالعاب، يعمل ده الاول، يتعلمه في مدرسه العاب القوه، بعد كده يخرج للمدارس الاخرى، اعتقد هيكون حاجه مفيده لكل لعيب. صح كده؟ اكيد اكيد كده. زودت لك، بشكرك على هذا الاطراء. كابتن ايهاب، مع كل ده بيكون في ضغط نفسي وعصبي عليك، بتقابل ده ازاي؟ لان اكيد الضغط الجماهير بيديك ضغط، بيديك حماس وروح، لكن برضو في ضغط، بتعالج ده ازاي مع نفسك؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، هو انا ربنا كرمني زي ما قلت لحضرتك بان انا يعني انا لما رجعت في منظومه انا تقريبا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان هم اتمرن بس. اي حاجه تانية النادي واقف في ظهري، اللي هو انت ما تركزش في التمرين، الوزاره تركز في التمرين ما تركزش في الناس. ان شاء الله هنفرحهم، ان شاء الله ربنا هيكرمك. التشجيع ده مخليني غصب عني، مدياني طاقه ايجابيه، اللي هو لا انا مش هاخده بضغط اللي هو اخاف بقى يحصل حاجه، لا انت لازم تاخد ده بشكل اللي هو انا لازم ابقى كويس، ناحيه ايجابيه بالظبط، لازم ابقى كويس. انت حطيت الخطه، انت هتتمرن تمشي عليها، اللي حواليك ده دافع ليك. زي الثلاث سنين اللي فاتوا دول، الوقف ده دافع ليا طبعا، دافع ليا ان انا اتوقفت. طب ماشي، طب لازم بقى ابين ان انا لا انا كويس، ما ينفعش اضعف. فانا ده كله انا واخده من ناحيه ايجابيه، ان انا لازم ابقى كويس ان شاء الله. وده حب الناس، والناس من حقها تفرح، ومن حقها ان هي تشوف ميداليه، ومن حقها ان هي تتبسط. فده اقل حاجه اقدر اعملها واقدر اقدمها لكل الناس اللي وقفوا جنبي، ان انا اتمرن واشد حيلي وابقى كويس. هنتكلم عن الناس اللي وقفوا جنبك، لان عارف في ناس وقفوا وفي ناس ما وقفوش. هنتكلم على الاثنين. تمام. الضغط النفسي على لعيب كبير قال لك ان هو بيتحول ناحيه ايجابيه، لكن الضغط النفسي على لعيب صغير وضغط المدرب عليه بيكون ضغط مختلف. بنعالج ده ازاي في اولادنا الصغيرين؟ لان اللعيب الصغير ما يستحملش ضغط، بتعالجه ازاي؟ بنعالجه بالتستات او بهدوء الدخول في القطاع ده. بنعرضه الاول زي تراي ماتش، بنعمل له مثلا تجربه في الملعب بينه وبين بعض المتسابقين الاخرين، بنحاول نحطه في الجو دون، حتى في التدريبيه في عندنا بنعمل مثلا سي تيست، اختبار صغير
بنحاول مثلا نحط له هدف بعيد عنه شويه، لو ما حققش الهدف ده ممكن تخرج من الفريق يعني باي طريقه كانت، حتى ده مش حقيقي، بنعمل له جو مشابه للجو البطوله يبقى فيها ضغط فيها، وفي بيبقى متوتر، وممكن مثلا لعيبه تتوع يستلم العصايه مش في مكانها، يطلع بدري مره اثنين ثلاثه بعد كده يبتدي بقى نهديه. لا انت لو عملت اتمرنت عليه بهدوء يعني ثقت بقى في قدراتك انت، حتى لو واحد يستلم قبليك هتوصله، نبتدي نلقنه نفسي ومعنوي ان لغايه ما الثقه بتجيله بالتدريج، لان هو زي ما انت حضرتك بتقول اللاعب الصغير لما بيتحط تحت ضغط بيتوتر، ممكن سلبي يعني ما يكملش المسابقه، ممكن من بدري يطرد، لان في بعض القوانين عندنا في المسابقات لو طلعت بدري بتاخد طرد على طول، ما فيش انذار. فبنبتدي نحط له الهدف دون بالتدريج لغايه ما يلعب بطوله المنطقه. بطوله المنطقه مثلا بيبقى سته بيلعبوا فيها، لما الجمهوريه بيبقوا اثنين. فهنا بيبقى في التستنج ده، وحتى لو انا شايف ان الرقم واحد ما حققش في القاهره، لا بنجيبه تاني وبنحطه في جو اخر وبنعمل تستنج تاني لغايه اما نوصله للحته اللي هو متوقع انه يبقى فيها. فبالتدريج لغايه لما غصب عننا بيبقى هو ذو خبرات، حتى لو كان سنه 16 سنه بيلعب مره اثنين ثلاثه اربعه، فبنروح الماتش ما بيبقاش خايف. يعني بيبقى المدرب بيبذل مجهود، الاداري بيبذل مجهود، رئيس الجهاز بيبذل مجهود، فلغايه لما ولي الامر احيانا برضو يعني بتبقى ماشيه كده متوازنه لغايه لما بيوصل ان شاء الله يبقى نجم. يا ريت زي كابتن عبد الرحمن. بس بنحاول عندك سؤال بشكل مختلف، هل المدرب عندنا مؤهل للتعامل مع الاولاد الصغيرين؟ بيتعلم دراسات، بيتعلم دورات تدريبيه، بياخد، ولا ده بيكتسب جوه خبرات ارض الملعب؟ بصراحه شديده حاليا معظم مدربين الجهاز معاهم هذه الدورات التثقيفيه والتعليميه اللي بيطلق عليها كيدز اثليتيك. لا ثلاث ارباع مدربي الجهاز. بتفرض عليهم ده حضرتك ولا ده في اساس اختيارك؟ بنمرحل في اساس اختياري. وممكن المدرب يبقى معانا ما هوش هذه الدوره، انما هو شايف اللي حواليه وبيبقى حابب يبقى التاهيل ده عنده، شايف ان هو ممكن يكون مدرب كويس. اه فبتدخله وبتدي ياخد دراسات. بالظبط. واحيانا مش بيبقى اجبار، انما احيانا بيبقى في توجيه، يا كابتن في دوره شهر جايه في حته فلانيه عايزينك تاخدها. حلو قوي. فبيبقى في نوع من انواع التفاهم، هو مقتنع بهذا، بيبقى حاسس عارف ان هو فعلا محتاجها فبيروح. ما توصلش درجه الاجبار طبعا، انما لان دي اساس من اساسيات بقائه في التشكيل. اكيد ناحيه تدريبيه. بالظبط، هو اساس من اساسيات اختياره وبقائه في التشكيل، فهو كل واحد بيبقى عايز يبقى كويس، ومش عايز اقول خايف على نفسه، عايز يبقى احسن، فبيقتنع وبيروح. فالحمد لله معظم المدربين مقتنعين بهذا الكلام، بالاضافه للخبرات اللي بياخدوها. يعني هو بياخد دراسات، انما في خبرات بالتدريب بالتكرار مع السن الصغير ده بيكتسبها اكيد، يعني خبره المره دي مثلا زعق شويه فالولد ما قداش اللي هو عايزه، فهو نفسه بيبقى مش عايز كده، فالخبره ليها دور، انما الدراسه بنسبه 70% 30% بتبقى تعامل مع الولد. عجباني اول موضوع اللي هو يعني بيتعلموا المدربين في الولاد، يعني عندهم دورات تدريبيه وفي نفس الوقت لازم يثقفوا نفسهم. انت اساسا جاي معانا في السكه دي كلها صح؟ تمام. ليه؟ دكتور تربيه رياضيه دلوقتي ولا لسه؟ انا دلوقتي خلصت الماجستير، وان شاء الله احتمال كبير ان شاء الله اناقش السنه الجايه 21 ان شاء الله. ربنا كرمني باهلي، والدي ووالدتي قعدوا اللي هو انت تقف، طب استفيد، لازم تستفيد حاجه، طب كمل الماجستير. برضه انا كنت شفت بره كل الناس بتتعامل دلوقتي عن طريق التحليل الحركي. كل اللعيبه تحليل حركي، انا عمري ما عملت تحليل حركي. عمرك؟ عمري. فقلت اما اجرب. فقلت انا والله انا كان عندي مشكله في 2016 كذا كذا، طب انا اما اشتغل عليها واجرب ومنها انا مش هخسر حاجه يعني. كويس. وفعلا دخلت ورحت ليا صاحبي دكتور في تربيه رياضيه زي عندنا، قال لي تعالى وهنخش، ودخلت. بدأت عملت المشكلة، صلح في المشكلة، الحمد لله ربنا كرمني، وفعلا لقيت ان في مشكلة وبدأت اشتغل عليها، وفعلا عرفت ان المشكلة دي لا شايلة مني كتير جدا. بعد كده قلت خلاص بقى انا حلو قوي كده عليا. انا بعد كده ربنا كرمني بدكتور عز الحسيني عميد كلية العريش، انا بشكره جدا بصراحة، الراجل يعني قال لي تعالى تعالى نبدأ نشوف ايه الجديد، ايه اللي نقدر نعمله.
وسهل لي كل حاجه بصراحه، واديني هو ماشي في الدكتوراه وخلاص فاضل لي سنه وان شاء الله ناشي السنه الجايه ان شاء الله. اخدتك في السؤال ده علشان اسالك السؤال اللي بعديه على طول. لازم الراجل يكون مثقف ولا انت طبعا ولا لا؟ طبعا لازم يكون عارف طبعاً كل حاجه حوالين اللعبه بتاعته. بص اقول لحضرتك على حاجه. ايوه عايز نصيحه. بالظبط. الموهبه مش جسمانيا. لو واحد موهوب جسمانيا ومفيش موهبه في الدماغ في المخ خلاص هو هيوصل عند ليميت معين. الموهبه كلها هنا في المخ، هنا في الدماغ. لو انا عارف انا بعمل ايه، انا فاهم انا بشتغل ايه، انا كل شويه لازم اجيب الجديد عشان اتعلم. مش ما ينفعش، بس في فرق بين ان انا اجيب الجديد عشان اتعلم وفي فرق بين ان انا اجيب جديد واقلده. ما ينفعش ان انا اقلد حاجه، فلازم ان انا دايما ان انا اشوف الجديد ايه واشوف اللي يناسبني واحاول اتعلم واشوف ايه الغلط وايه الصح. ما ينفعش ابقى انا دايما ما التزمش بالبرنامج المحطوط بس. انا لازم اشتغل على نفسي، اشتغل على نفسي بان انا اروح اتفرج على فيديوهات، اكلم ممكن. حلو قوي تشتغل على نفسك دي، عجباني. بالظبط. اساله حقيقة لو انا كل يوم بدخل التمرين واطلع بقيت موظف. بالظبط. اي بصراحه بص جيت على الجرح معايا، يعني جيت على جرح اللعيبه بتعمل ده بصراحه. عايزك تقول لهم بقى الموضوع ازاي كمان بنجدد ارادتك، بنجدد عزيمتك، بتجدد طموحك، ازاي بتعمل ده لنفسك؟ بص اقول لك، عايزك تديني الشكل الرؤيه عشان الناس تبقى فاهمها كويس. بص اقول لحضرتك على حاجه، انا ربنا كرمني بكابتن محمد نجيب مدربي. نجمنا الكبير. بالظبط. راجل يعني فاهم جدا ومتفهم جدا. بقيت اقعد معاه، كابتن محمد انا هشتغل البرنامج ده، طب انا عايز افهم ايه كذا، فيفهمني البرنامج. انا بروح دلوقتي الدنيا العالم كله بقى دايره صغيره طبعا، فيسبوك بتاع بتوصل لاي حد في الثانيه بتكون عارف كل حاجه. بالظبط. بقيت اتكلم مع ده، اتكلم مع ده، بقيت ادخل اقرا شويه، اشوف فيديوهات، اروح اتكلم معاه هو يفهمني ايه الجديد، ايه ده. فدي برضو فايده ان المدرب مطلع. فبتلاقي في الاخر خالص نتيجه ان انت عملت زي توليفه حلوه. فتيجي تشتغل عليها بقى، بتتفق انت مدربك هو خلاص احنا وصلنا كل حاجه، احنا نشتغل على ده. فاذا انت بتشتغل ومع ذلك برضو انت كل يوم بقى مضحي بحاجات كتير. التمرين مش محتاج سهر، مش محتاج خروج، مش محتاج، لا انت محتاج تركيز بره الملعب وجوه الملعب. فلازم تبقى خلاص انا قاعد، حتى لو انا قاعد في بيتنا بعتبره زي معسكر مقفول، انا قاعد بتمرن. فهي لازم ان انا اكون ملتزم في كل حاجه مش تمرين بس. بص انا الكلام عاجبني بصراحه بجد، ده كلام مهم جدا لكابتن ايهاب عبد الرحمن بطل كبير نجمنا الكبير بيقوله لكل نجومنا في الرياضه بصفه عامه. بنعلم ولادنا ازاي الالتزام والانضباط والتضحيات وهم لسه في النشء الصغير. بالتدريج طبعا. هو الكلام الاول ده كلام محترم جدا، بالذات الوقت اللي احنا فيه ده طبعا ما بتعلموش بسهوله. للاسف بتعلموا بالتجارب السلبيه. يعني انا احتكينا بالموضوع ده مرارا وتكرارا الايام اللي فاتت. بعض النشء اللي هم 16 و18 تحديدا ممكن يعني مش بيسمع الكلام بسهوله، يعني مش مقتنع لانه ما جربش. فهو النهارده لما بيسهر، وعشان كده بقول تجارب سلبيه، والحسن الحظ الحمد لله يعني ما اثرتش فينا كتيم. هو الولد نام بدري، سهر. تاني يوم الصبح جاي مش هو ما حققش اي حاجه. مش عايز اقول توبيخ من مدربه، ده اكيد يعني لازم، ده شيء طبيعي. انا النهارده منتظر منه هي في مثلا سهر يعدي 3 متر في الوزب، مش قادر يعدي ال 2 متر. ففي حاجه مش مظبوطه. لما بنعرف بعد كده ان هو مثلا كان سهران، ان هو راح لعب مثلا بلاي ستيشن، سهر مع اصحابه في حاجه، جه تاني يوم ما حققش الهدف بتاعه. نمره واحد طبعا اكيد المدرب بتاعه بيوبخه، بيبقى لينا موقف معاه. مهم الموضوع ده طبعا عشان بس يبقى الناس واضحه، مهم الموضوع جدا، ان لما لعيب يغلط يتعاقب على طول. ده لازم. صح، ده لازم. واحنا الحمد لله يعني معظم مدربينا بيبقى في حرفه. يعني مش ما بعاقبه، مش بموته، انا بعاقبه لهدف لوقت معين. هو متعود، هو حبيب انا زعلان منك لغايه اسبوعين 10 ايام، لغايه لما هو نفسه يحس بغلطته. سواء كان هنا الكلام بقى، فهو بيتعلم الكابتن قاله بالتدريج. ما تسهرش، هو بيقول في حاجه كتير بنضحي عشانها. يعني احنا مثلا في فيلم كويس زمان في التلفزيون، لا مش هسهر، بكره عندي ماتش فبنام بدري. في واحد بيقعد يتفرج. كابتن انت بتتكلم على فيلم زمان، انا قلت لكن دول دلوقتي ماسكين التليفون. مش محتاجين بالظبط. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع الكباتننا المشرفيننا بعد الفاصل باذن الله.
اهلا بيكم في اخر فقره النهارده معانا في العاب الصالات، واستكمال الحديث مع كابتن ايهاب عبد الرحمن وكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى. هنسال سؤال مهم جدا لكابتن ايهاب عبد الرحمن، انا بس عديته في السكه كده، اللي معانا واللي علينا، اللي وقفوا جنبي واللي ما وقفوش جنبي. تمام، عايزك تدي كلمه اللي وقفوا جنبك وكلمه للي ما وقفوش جنبك، ولا هم رجعوا تاني ولا ما رجعوش تاني. بص انا اقول لحضرتك على حاجه، انا طبعا اللي وقفوا جنبي كلهم بلا استثناء، يعني انا عايز اشكرهم كلهم. ابويا وامي بصراحه مهما اتكلم مش هوفيهم حقهم. اختي، خطيبتي، صحابي كلهم. مش خطيبتك بقى، مراتي دلوقتي. دلوقتي صح كتبت كتاب كتاب خلاص، في دخله قريب بس هنتكلم عليها برضه، هديها حقها برضه، نرجع لها بقى في حياتك لازم. اتفضل. صحابي كلهم، مدربي كابتن محمد نجيب، كل الناس اللي وقفوا جنبي طبعا، يعني دول اللي هو الشق العائلي شويه. نيجي بقى النادي الاهلي طبعا، مهما اشكر طبعا مجلس الاداره كابتن محمود وكل اعضاء مجلس الاداره، العميد مرجان، كابتن ياسر، بصراحه النادي الاهلي متمثلا في مجلس الاداره، كابتن خطيب، كابتن محمود، لعند اخر كل النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، اشكرهم كلهم بصراحه، هم دايما في ظهري، دايما بيساندوني. الجهاز طبعا، طبعا شكر طبعا للمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي، من اول يوم جه في الوزاره لعندي النهارده وهو ضايق، وهو بعت لي ورحت قعدت معاه 3-4 مرات قبل الوقف، ولازم تتمرن، انا معاك انا معاك انا معاك. باشمهندس هشام حطب، دكتور اسامه غنيم، دكتور هناء. تشكر الدكتور اسامه غنيم عن هو اللي وقف؟ طبعا انا يعني انا برضه انا عايز اقول حاجه برضه، انا كنت اعتذرت للدكتور اسامه غنيم على الهواء قبل كده، ودايما دايما انا هفضل اقول ان انا كنت ظلمته قبل كده، وانا بعتذر له. محترم من لعيب كبير. لا بجد، هو انا كنت فاهم غلط، كانت صوره غلط، بعد كده انا فهمت لا، الراجل ده بيشتغل، والراجل ده بيتعب، والراجل ده بيساعد، الراجل ده مش واقف ضد لعيب خالص. نيجي بقى للي ما وقفوش، ولاد الحلال. عايز اقول لهم شكرا ان هم ادوني دافع ان انا ابقى كويس. ما شاء الله. يعني هم لا بالعكس خالص، انت كنت جنبي وانا كويس. ماشي، انت دلوقتي جاي تيجي جنبي، ماشي هتيجي جنبي وكل حاجه، بس انا بشكرك ان انت اديتني دافع ان انا ابقى كويس دايما عشان خاطر اكشف اللي زيك بالظبط، زي حضرتك بالظبط. قلت احترم شويه، احترمه لازم تحترم بس بيبقى شويه يعني ضغينه من جوه. انا عارف ان انت متضايق من جوه، عشان كده كنت عايزك تتكلم في هذا الموضوع بالظبط. فانا بقول لهم خليكم زي ما انتم، خلاص انت اتعرفتوا، وشكرا على الدافع الجامد اللي انتم اديته لي، وان شاء الله رب، ان شاء الله رب دايما ابقى كويس، وهم يقدروا يتحروا كده ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا مع كابتن ايهاب بصراحه شديده، نفسه حاجه من ناحيته او ما وقفش جنبه، ان شاء الله هو هيكسر كل كلامه. لكن كابتن ايهاب ناخد من كلامه نقطه مهمه جدا، ناحيه ايجابيه، اللي ما وقفش معايا اداني ناحيه ايجابيه، دي شيء مهم جدا جدا جدا. كابتن ايهاب بيتكلم بلغه محترف، بيتكلم بلغه التزام انضباط، حاجه مهمه جدا في الرياضي. في عصر الاحتراف اللي احنا فيه، لعيبه تلعب من اجل المال، ولعيبه تلعب من اجل استمتاع بالرياضه، ايهما تفضل ولماذا؟ ايهما افضل؟ سؤال صعب ده شويه في الوقت ده 2020. هو طبعا افضل من اجل الاستمتاع. استمتاع؟ طبعا. طبعا. بعد كده يجي مش هدوم حقه، احنا قلنا اللي بيلعب من اجل المال ومن اجل الاستمتاع، لا طبعا من اجل الاستمتاع، ده ممتع في التعامل معاه. وعلى المدى الطويل هتعدي عليه بعد كده الفلوس، هتجيله هتجيله. هتجيله خاصة يعني احنا بصراحة يمكن بطريقة غير مباشر حضرتك وصلت لان احنا 100% من لاعبي النادي الاهلي في هذا الاطار اللي هو بيلعب من اجل الاستمتاع، والمادة بتجيله جزء مكمل عشان يمشي في حياته، مش زي اللاعب اللي بيجي يقول النادي فلان عامل لي عقد انا هروح عشان بيديني رقم. انا في النادي بديله تقريبا تلت هذا الرقم او نصه، انما هو لا انا عايز اجي النادي الاهلي، فده اللي جاي عشان تحقيق بطوله، عشان تحقيق طموح عنده. هو شايف ان بالظبط، وان كان عايز انضم ليه ويستاهل ان انا احصل على بطوله، وممكن بعد كده اللي بيدور على الحاجه اللي تحقق له هذا الهدف. انما طبعا بفضل اللي يلعب لاجل الاستمتاع، لان ده بيلعبها لنفسه وعلى المدى الطويل هو اللي بيستمر. ده راي كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي، ان الاستمتاع يؤدي الى المال. في
في عصر الاحتراف اللغة مختلفة، هل المال هل الاستمتاع. لكن كابتن إيهاب عبد الرحمن رأيه؟ أنا بس عايز أضيف حاجة بس على كابتن ضيف جاسم. أنت كلامك النهاردة كله حكم بصراحة. يعني من لاعب بقى بصراحة. كلمة إن أنت تروح تلعب في النادي الأهلي دي لوحدها تساوي فلوس الدنيا كلها. يعني أنا في الأول خالص لما جالي قالوا لي ده في الأهلي وفي نادي الجيش وفي قلت لهم يا جماعة لا أنا عايز أروح الأهلي. كان منتهية وكان زمان في النادي الأهلي اللائحة ما كانتش لسه اتجددت وما كانش لسه يعني كانت الدنيا لسه شوية برضو كان لسه اللائحة دلوقتي تعتبر أحسن لائحة موجودة في مصر دلوقتي وقتها كانت تعتبر أحسن لائحة برضو بس كلمة إن أنت تروح النادي الأهلي إن شاء الله لو مش هتاخد حاجة لا دي أنا بلعب في النادي الأهلي دي لوحدها كبيرة يعني دي لوحدها حاجة كبيرة جدا. نرجع بقى للاحتراف والمادة والكلام ده هكملك السؤال عشان خليك ترد على سؤال كبير شوية. تمام. اتعرض على كابتن إيهاب عبد الرحمن اللعب خارج مصر. تمام. السؤال ده هو برضو محترف فعايزك بقى تكمل السؤال. اتعرض عليك إن أنت تلعب برا مصر. تمام. وفي نفس الوقت الاحتراف بصفة عامة. اتفضل. بص أقول لحضرتك على حاجة. كلاعب أو نرجع الأول للمادة وكده. اتفضل. لو أنت اتمرنت كويس وبقيت كويس والتزمت واستمتعت باللعبة هتبقى كويس جدا فبالتالي هيبقى فيه دخل. كويس. انما لو انت ركزت على الفلوس بس مش هيبقى فيه فلوس عشان انت موظف هنرجع لسكه الموظف تاني من اول وجديد اللي هو انا باجي اتمرن وامشي عشان اخد مرتب انما انا لو بستمتع لا انا هبقى دايما عندي عايز دايما ابقى احسن في احسن في احسن بالتالي الفلوس هتيجي. كويس. بالنسبه للاحتراف بره جالي قبل كده في 2016 بس لا كان بالنسبه لي رد قاطع النادي الاهلي حتى بعد الوقف النادي الاهلي انا مع النادي الاهلي من اول يوم لعند اخر يوم اول ماتش ليا بطوله الجمهوريه كان في النادي الاهلي واخر ماتش ليا ان شاء الله برضه هيبقى جوه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اتعرض عليك تمثيل منتخبات تانية غير مصر في الفتره اللي فاتت الرد ما انا اقول لحضرتك انت قاعد قدامي خلاص هتمثل مصر اكيد لكن عايز اعرف ازاي الناس قالوا لك وانت كان ردك ازاي معاهم. هو في كذا حد كان كلمني وقال لي تعالى واحنا هنساعد و انا بالنسبه لي كان خلاص يعني انا كنت هنا انا قبل كده وانا صغير ما وافقتش خلاص انا دلوقتي بلدك بالظبط. وبرضه اقول لحضرتك على حاجه ان انت تطلع على المنصه وتسمع عن النشيد الوطني مره استحاله تقبل انك تسمع ده. انا مثلا اوقات تسمع نشيد تاني اوقات ببقى مثلا عامل تاني مثلا في بطوله مثلا الواحد بيبقى متضايق ان هو ما سمعش النشيد. يعني انت واقف احترام طبعا احترام لكل طبعاً. البلاد بس انت من جواك برضو اللي هو مش احسن مني مش احسن مني احنا نعتبر تاني لعبه بتلعب في ملعب الكوره طبعا وفي البطولات عندنا ما بيبقاش في مكان في البطولات ما فيش مكان فعلا حرفيا دي حقيقه. طب الناس دي كلها ما تسمعش ليه العالم النشيد بتاعنا صح العالم بيرفرف بس لسه برضو بيبقى الواحد من جواه برضو حزن فما اعتقدش ان هو يقدر يروح لبلد تاني خالص. صعب. تعظيم سلام. صعب تعظيم سلام كابتن إيهاب عبد الرحمن بصراحه ربها. تمثيل مصر شيء مهم جدا في الاولمبياد عندنا نجوم كتيره كابتن إيهاب عبد الرحمن كابتن مصطفى الجمل كابتن شهاب كابتن محمد ماجد حمزه مجدي حمزه اسلام نجوم تمام دعم تمام. النادي الاهلي في المرحله الجايه للنجوم دول ايه؟ هم دول طبعا المقدمه الطليعه بتاعت النجوم بتاعتنا طبعا. هم احنا تحديدا ان شاء الله الاسبوع القادم دون بدايته في اجتماع ان شاء الله مع الكابتن رؤوف بخصوص كيفيه دعم المجموعه اللي حضرتك قلت عليها كابتن ايهاب كابتن مصطفى كابتن محمد مجدي حمزه شهاب اسلام اسريع دول فعلا واخص هنا بالذكر محمد مجدي حمزه برضو لان هو محمد مجدي حمزه من ضمن الناس اللي يعني جينا عليه شويه لان فات غصب عننا عشان هي العاب القوى ايه الصراحه دي؟ لسه بعت رئيس الجهاز دي على الاول انا بدعمه يعني بدعمه معنويا جميله لان محمد مجدي تاني افريقيا دوره العاب افريقيه مرتين دورتين متتاليتين وماتشاته بتبقى قويه جدا مع ابطال جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون في دفع الجله وما شاء الله محقق ارقام هايله وبدعي له وبوفقه وبقول له من هنا شد حيلك عشان بينه وبين الرقم التاهيلي اعتقد 21 22 سنتي وهو قادر ان شاء الله انه يحققها. انا كنت معاه امبارح في اتحاد العاب القوى وقلت له هذا الكلام
هو نموذج مشرف، وزي إيهاب ما شاء الله كلهم أولا على مستوى علمي جيد، مستوى أخلاقي جيد، مستوى فني وثقافي جيد، دول اللي بيروحوا اللي هم عايزينه. فالمجموعة دي إن شاء الله برضو عشان أرجع للموضوع، إن شاء الله يوم السبت في اجتماع على أساس بنعرض الخطط بتاعتهم التدريبية للتأهيل، وبناء عليه هنرفع تقرير لمجلس إدارة النادي بإن إحنا طلباتنا 1 2 3 عشان ندعم هؤلاء الأبطال. وبإذن الله أتمنى إن شاء الله نكون داعمين ليهم ولو بنسبة 80% عشان إن شاء الله نساعدهم في تحقيق حلمهم، ويكونوا هم واجهة النادي بتاعتنا. لأن النهارده لما يكون عندي إيهاب الكلام اللي بيقوله ده إن بيساعدني في ظل اللي حاصل من بعض الأندية في العقود، أنا بقول لهم روحوا كلموا إيهاب، روحوا كلموا مجدي، روحوا كلموا مصطفى. فإحنا الكبار والواجهة المشرفة بتاعتنا، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يكون موفقين يوم السبت بإذن الله، والاجتماع الجاي نقول إحنا عملنا كذا. دعم النادي الأهلي لله محدود، أنا متأكد إن هتطلع من الاجتماع يا رب إن شاء الله بكل شيء وكل خير بإذن الله إن شاء الله. لو ما كنتش لعيب رمح كنت رحت لعبت إيه؟ أنا؟ طبعا زي أي حد كان كل حلمه على كرة قدم بصراحة يعني. بس أنا ما كنتش متخيل إن أنا أوصل للنادي الأهلي بصراحة. أنا كان كل تخيلي إن أنا كفر صقر وخلاص، انا قاعد في مركز شباب كفر صقر في مركز شباب ناطور عندنا وخلاص. بس انما ان انا اجي النادي الاهلي، انا عايز اقول لحضرتك انا يوم ما استلمت لبس النادي الاهلي انا تقريبا اخدته في حضني وانا نايم والله بجد صغيرين دي حقيقة. والله بجد لو يعني انا خايف البسه ومش عايز اعينه يكسر ولا حاجه، عارف حضرتك اللي هو انت خايف تلبسه ومش عايز تعينه، انت عايز بالظبط. لا طيب ده كان في 2006 وكنت في شهر 2 كنت لسه راجع من بطولة المدارس تبع المدرسة عندنا، وبعد كده اتنقلت للنادي الأهلي. من ساعتها خدتها كده اللي هو طب، لدرجة إن لسه الترنج موجود معايا أول لسه لغاية دلوقتي أول ترنج موجود. أول ترنج موجود. خلينا بقى نخش على اللي جاي، الخطة الإعدادية بتاعتك لغاية الأولمبياد بإذن الله. بإذن الله. بعد التأهل كمان بإذن الله. طبعًا قعدنا مع كابتن محمد نجيب وقعدت مع الاتحاد عندنا، وكان كابتن ناصر موجود، و بدات ان شاء الله هبدا معسكراتي في شهر 2 يوم 5/2 ان شاء الله. هبدا اسافر لجنوب افريقيا، هرجع قبل بطوله الجمهوريه بخمس ايام ان شاء الله. بعد كده هقعد بعد بطوله الجمهوريه حوالي 5 أيام 10 أيام، بعد كده ابدا اسافر على اوروبا بقى، ابدا بقى اللي هو الجائزه الكبرى والدوري الماسي والحاجات دي كلها. جريت بسرعه شهر 2 تمام. بس 30/1 بيمثل إيهاب عبد الرحمن نقلة تانية في الحياة. طبعا نقلة تانية، حياة تانية خالص، حياة تانية بقى. عايز بقى تحكي لي على حياة تانية ازاي؟ في البلد عندنا كويس. الفترة اللي فاتت دي كنت بتمرن في كفر صقر. بنتكلم على مرات الكابتن إيهاب عبد الرحمن، هو فرحه 30/1 وهو يعني عنده كلام كتير عن موضوع الفرح، فخلينا نستمتع معاه وعارف بقى مراته ازاي وكل الكلام الحلو ده. اتفضل يا كابتن إيهاب. والله انا في 30/1 قصدي ان شاء الله في 30/1 الفرح باذن الله. معلش اتلخبطت. انا بتمرن في مركز شباب كفر صقر هناك في عندنا، فهي من كفر صقر، فانا شفتها وبعد كده كلمت باباها على طول كده. راجل ما شاء الله جدا. لا ما على طول. عندكم كمان في كفر صقر مفيش زهر. ما كانش ينفع اسيبها فكان فبعد كده الحمد لله اتقابلنا وقعدنا وحصل نصيب الحمد لله ان شاء الله عليك. وكتبنا الكتاب في شهر 12 وهي وشها حلوه دلوقتي. كتاب اللي وقف اتشال شفت بصراحه اسمها قدام. طبعا اسمها قدام. والله وشها حلوه جدا عليا فعلا. لا فعلا ان شاء الله يكون احلى. ماجستير بقى ويعني لا جت بفرحتها كلها يعني. وان شاء الله يوم 30/1 الفرح. وطبعا يعني انا بنتظر الفرصه انا موجود هنا. انا حلم حياتي الكابتن محمود الخطيب يحضر واعضاء مجلس الاداره كلهم يكونوا موجودين في الفرح ده، وان شاء الله اروح النادي. هنأكد على دي. لا كابتن ايهاب عبد الرحمن بيطلب طلب صريح من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو فعلا مش بتأخر على حد، كابتن محمود الخطيب، إنه يحضر فرحه. أكيد دي حاجة يعني عند كابتن إيهاب حلم، وأكيد حلم اللعيب الكبير اللي عندنا إن شاء الله بإذن الله يتحقق على إيد كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله أروح النادي بكرة إن شاء الله كلهم إن شاء الله. أنت رايح بكرة؟ أنا يجوا بقى ما يعني رايح تدور على الكابتن. مش هروح الأولمبياد بقى خلاص. الأهم إن هو يحضر الفرح. رقم واحد في حياتي ده. تمام. بس برضه هقول لحضرتك على حاجة، أنا من يوم ما اتولدت لعند النهاردة هو كابتن محمود الخطيب، كرة قدم كابتن محمود الخطيب. بس أنا سمعت أنت لعيب كرة قدم جامد.
والله على قد كده. لا 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 قالوا لي في الاير بيس ان انت لعيب كره. والله مش هو انا بحب الكره جدا وانا كان نفسي ابقى لعيب كره، بس طبعا كلنا مصر كلها كان نفسها تبقى لعيبه كره، صح؟ بس طبعا اكيد انا موهوب اكتر في اللعبه دي في العاب الكوره. ربنا كرمك اكيد. بالظبط، لو انا كنت موهوب في الكوره اكيد كنت وصلت، بس انا ربنا مديني الموهبه في دي. ما يمنعش ان انا دايما كل اسبوع لازم العب كوره مع صحابي. انت كنت حسن عبد الجواد وكده بتروحوا ملعب الكوره؟ انا وحسن يعني انا وحسن اكتر اتنين، احنا طبعا علاقتنا اكتر من اخوات، يعني هو مش صديق بس، هو اخ واخ كبير وربنا وحده اعلم يعني، بس في الملعب احنا الاتنين اعداء. خناقه بتضربوا بعض؟ اعداء، هو في فريق وانا في فريق. لازم، ما فيش. فكرتني بالزمن الجميل وانا بلعب كوره. كابتن ياسر، اهدافنا وطموحنا لالعاب القوى في النادي الاهلي في المرحله الجايه؟ احنا الحمد لله اهدافنا وطموحنا تعدت الاحتفاظ ببطولات الجمهوريه. هو اي نعم في منافسه موجوده في القطاع السنتين ثلاثه اللي فاتوا بالذات والسنه اللي فاتت دي، انما احنا الحمد لله برضو بجهد اولادنا من اول اللاعبين لاولياء الامور للمدربين لكل نشاط رياضي، احنا ابتدينا حاليا اولا نحسن ارقامنا ونحاول نبص للتاهيل الارقام العربيه والافريقيه. الافريقيه دي طبعا لوحديها يعني حدث ولا حرج، هي بطولات عالم، انما احنا فعلا 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 كل المسابقات عندنا ارقامها بتتحسن على جميع القطاعات والمراحل السنيه. اهدافنا وطموحنا ان احنا نقدر نقدم اكثر من بطل لمنتخب مصر في اكثر من مسابقه، مش عايزين نكتفي بالرمح والمطرقه والجله، ان شاء الله ربنا يكرمنا في الـ في الـ في العدو 400 متر في سواء كان الثلاثي او الطويل او العالي. ده في خطه زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله باذن الله هتعرض في اخر هذا الموسم ازاي نطور هذا الكلام موجوده. عجبني ان انت بتقول هطور مع انك انت المنافس الاهلي هو الاهلي، مش شايف في منافسه محليه بصراحه في بعض المسابقات. العاب القوى عندنا حوالي 22 مسابقه ما بين الجري والوزب والرم. في بعض المسابقات لا منافسه شرسه. وفي بعض المسابقات بنفس مين بنفس مع الاهلي؟ في بعض المسابقات نادي الزمالك والجيش واسكندريه سواء كان الاولمبي او الاتحاد او سبورتنج، لان في بعض الملاعب بتتوزع لان احنا 22 مسابقه ممكن هم ياخدوا يفوزوا بمسابقتين، اسكندريه تفوز بمسابقتين، في التوتال الاهلي، في التوتال الاهلي ده في النهايه. فاحنا فعلا انا بنطور عشان اولا نبعد عن المنافسين، نمره اثنين عشان يبقى يعني يبقى في حاجه نشتغل لها. زي ما احنا قلنا من شويه، مش احنا مش موظفين، مش بنروح كل سنه نكسب بنفس الرقم، يعني مثلا في 400 متر 50 50، لا انا عايز اروح 49 و48 ونزول لغايه 43. فبنحاول، وده الهدف اللي بنعمل ايه، بنعمل دراساتنا، بنعمل بنغير فترات اعدادنا، بنغير النوعيه اللي بنختار منها. يعني احنا من حوالي اسبوعين دخلنا جامعه الازهر واختبرنا ما لا يقل عن 1200 طالب من كليه التربيه الرياضيه عشان نشوف موهبه في ال 100 متر جديده. بعد كده بنشوف وهكذا، يعني الوزب في الرمي بنشوف، يعني الهدف ان احنا نوصل نقرب للارقام العالميه. من وراها بقى بيجي الاحتكار بالمراكز الجمهوريه بتقديم 80% من قوى المنتخب من النادي الاهلي. ندعي ربنا سبحانه وتعالى نتعشى خير ان احنا نقدم في الاولمبياد الجايه او اللي بعد الجايه حد تاني يشرفنا. دي خطتنا في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ايهاب، عايز احرك شويه من العاب القوى. هوايات ايهاب عبد الرحمن خارج كره، خارج العاب القوى؟ ما فيش، نتجمع وكوره بس، نتجمع كده مع بعض ونقعد بلاي ستيشن ولا اكل؟ لا خالص بقى، مش في بلاي ستيشن. لا ليه في بلاي ستيشن بس، يعني الهوايات لا لا برضه. ايه طيب قول لي النظام ايه؟ مع اني ما بعرفش العب والله يا كابتن، والله مع اني ما اعرفش العب، بس سبحان الله هي ماشيه معايا كده برضه، بتكسب ماشيه معايا كده. وش السعد؟ طبعا. تقول لي ايه وش السعد على الهوا كده؟ عايزك تبص للكاميرا وتقول لها كلمتين هي شخصيا وبعديها على طول. هي صعبانه عليا، هي بصراحه صعبانه عليا، يعني الفرح جه وهسافر ودنيا، فيعني مش تيجي معاك؟ والله انا كان نفسي، انا كان نفسي، بس حضرتك عارف دي معسكرات مقفوله، فانت لازم. لا اي خدمه باخدك على الهوا برضو واحده. طبعا بخدمك برضو بدري قوي في جوازك. والله انا بقول لها انا بشكرها على الفتره اللي فاتت دي كلها، وهي فعلا استحملت كتير الفتره دي، وكمان ما كانش عندها اي مانع خالص لما قلت لها انا هسافر وانا 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 وانا
فيا رب يا رب اقدر ان انا اساعدها او ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. نتمنى لك اسرتك الكريمه. بص للكاميرا على طول هاخدك اسئله سريعه جدا. تمام. وانا طبعا اول حاجه ابويا وامي يعني مهما اشكركم مهما يعني اولا بحبوك قد ايه او مش هيوفى حاجه من اللي هم عملوه قصادي معايا ووقفوا جنبي. وان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب دايما اخليكم مبسوطين وارفع راسكم دايما واشوفكم دايما يا رب كده بصحه وعافيه على طول ان شاء الله. جمهور الاهلي انا اشكرهم جدا جدا على وقفتهم جنبي بعد الوقف. يعني يمكن لو مش هم انا كان زماني دلوقتي بطلت. مية مية. كلمة أخيرة للكابتن ياسر داوود في رئيس جهاز ألعاب القوى في آخر حلقتنا النهاردة اللي أنا بجد استمتعت معاكم بيها. ربنا يخليك يا كابتن. أنا بشكر جميع من ينتمون للنادي الأهلي من أعضاء مجلس إدارة رئيس النادي لحضرتك أخي العزيز للعاملين على القناة للعاملين في النشاط الرياضي للدنيا كلها لأن فعلا النادي الأهلي بيمثل وقود الرياضة المصرية في جميع المسابقات وما بين الالعاب. فكلمه اخيره بقول احنا ان شاء الله دايما بنكون عند حسن الظن عشان كده بنحسن نفسينا بنثقف نفسينا بنقوي نفسينا بنحلم زي ما كابتن ايهاب وكل الناس بيقولوا واحنا مش هنخذلكم واحنا الحمد لله بنسعى لهذا دايما والدنيا ماشيه والقافله تسير. نورتنا وشرفتنا. كلمة أخيرة للإعلام المصري يا كابتن إيهاب تقول لهم إيه؟ عايز إيه منهم دعم في المرحلة اللي جاية؟ أنا عايزهم بس إن هم يدعمونا شوية يبقى في خطة هم عارفين الخطة اللي موجودة بتاعت كل لاعب بتعرض مع الكلام ده يعني ما يحاسبوش على حاجة. إحنا عندنا اللعبة الفردية عندنا مش كل ماتش أنا هرمي كويس أنا بلعب ماتشات عشان كل شوية أصعد فورمتي للحاجة معينة ما تحاسبني. يعني مثلا أنا فاكر علي في 2014 أنا رميت 89 متر وجيت مستوى وقع شوية وعملت تاني أفريقيا. طبعا الناس كلها إزاي تعمل تاني أفريقيا وأنت كسبان دوري مثلا؟ ما أنا عندي كأس عالم يا جماعة ما ينفعش أبقى يعني مش هينفع أكسب الاثنين. أنا بالنسبة لي أفريقيا دي محطة للتأهيل بس. ف انا بعدها رحت كاس العالم كسبت كاس العالم فقال لك لا هو فعلا الخطه كانت كويسه. انا حابب ان هو احنا ندعم الناس كلها نستنى لحد ما نشوف النتيجه في الاخر ما نحكمش من الاول. تمام. بس مش عايز اقول اي حاجه تاني. انا اشكرهم جدا الفتره اللي فاتت دي واشكر حضرتك جدا بصراحه على استضافه حضرتك. انت نورتني وشرفتني وصدقني مبسوط بيك جدا. ربنا يخليك يا كابتن. بجد قعدت مع كابتن عبد الرحمن دي تاني مره قريبه جدا نتكلم. فعلا نجم كبير عفوا نجم كبير وقال كلام مهم جدا. صدقوني بقول لكل الرياضيين وكل الاشبال وكل الناشئات والناشئين اسمعوا كلام نجم كبير ان شاء الله نستمتع معاه ونحلم معاه حلم جديد للتاهل باذن الله لطوكيو وفي نفس الوقت تقف ونسمع العلم ونسمع رشيد مصر ونرفع علم مصر ان شاء الله في طوكيو ان شاء الله. دعوه حضرتك ان شاء الله باذن الله. نورتوني وشرفتوني. في اخر الحلقه فعلا نوروني جدا 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 كابتن ايهاب وكابتن ياسر داوود ودايما العاب القوى في تالق وتوهج داخل النادي الاهلي. في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.